مشاهدي قناه شوف تيفي اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من لاكابسيو ديالكم الرمضانيه. كي داير السوق كما كتلاحظوا حنا الان كنتواجدوا عند مول الجبن باش غادي نقربكم الثمن ديال الجبن وكذلك غادي نقربكم واش كاين اقبال من طرف المواطنين المغاربه على الجبن في شهر رمضان. ما تمشيو فين، غادي نمشيو نشوفوا كل هذه الاجابات ونرجعوا لكم. كاين اقبال عليه في رمضان بزاف على حسب كليان اللي هو معجب بالجبن تيجي بلا ما يسول بلا حتى شي حاجه. الثمن ديالو مناسب، نهار عرفنا الجبن الثمن هو الثمن ديالو، يعني ما تزاد ما نقص. 40 درهم 40 درهم للكيلو، يعني ما كاينش شي زياده ولا نقصان. لا في رمضان تيتزاد تيولي اقبال، تيولي كثر الكميه، لا في الثمن لا ما تيتزادش الثمن في رمضان، تيبقى بحال بحال. كاين الحليب وسير المهنه ديالنا هذا، سير المهنة تبقى أبار على حسب الحليب، تقدر يختلف بالنسبة للحليب. إلا كان شوف الحليب إلا كان مزيان أو فيهش الماء أو كان شي كاليتي تيكون مزيان تيكون الحليب مزيان، وما كان كاليتي مزيان تيكون الحليب الجبن مزيان. اولا عواشر مبروكه وكنتمنوا رمضان مبارك سعيد لجميع المغاربه. بالنسبه للسؤال ديالكم ديال الاقبال ديال الجبن في بالضبط المناسبه ديال رمضان، فهو عادي راك عرفتوا في رمضان الانسان كيكون مقبل على الشهوات، حنا كناكلوا الجبن على طول العام ولكن كيكون في رمضان واحد الاقبال سبيسيال كنديروا لاله الزعتر والزيت العود، والوالدين راه تيعجبهم هاد والعائلات كيعجبهم هاد المنتوج اللي هو تيبقى طبيعي كيأتت لنا المائده ديال الافطار. الثمن ديالو تيبقى هو هذا السيد كنعرفوه تقريبا هنايا في هذه المنطقه هذه تقريبا كيجي مره في العام، ولكن في رمضان هنا كنولفناه كل عام وكل نهار. اذا بعد ما خسرنا لكم مشاهدينا في حلقه اليوم اننا نقربكم من الجبن والثمن ديالو اقبال الناس عليه، فكما لاحظتوا معنا مول الجبن اكد على ان الثمن ديالو كيبقى هو 40 درهم الكيلو سواء في رمضان او لا في الايام العاديه، وقالنا على ان بالنسبه لاقبال الناس عليه كاينين الناس اللي عندهم اقبال اكيد على الجبن وكاينين الناس اللي ما كيتقداوش الجبن، وقال لنا على ان بالنسبه للجبن كتكون الكاليتي ديالو متعلقه الجودة ديال الحليب، اي كل ما كان الحليب مزيان كتكون او كيكون الجبن مزيان. مشاهدينا كنكون وصلنا لنهايه لاكابسيول الرمضانيه ديالكم، كي داير السوق اكيد غنواصلوها معكم طيله شهر رمضان. بالسلامه عليكم.